السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي حكايتي مع المرض. حكايتنا النهاردة غريبة شوية، مع طفل لا يتعدى 14 عاما. طفل عانى كثيرا من المرض تارة ومن تشخيص الأطباء تارة أخرى، كما عانت أسرته معاناة شديدة بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة. يشرفني بحضوره اليوم والد عبد الرحمن الحاج علي أبو عسل، أهلا وسهلا بحضرتك. كما تشرفنا بحضورها الكريم والدة الطفل عبد الرحمن، أهلا وسهلا بحضرتك يا حاج. نقول نبتدي منين الحكاية؟ من البداية خالص. بداية خالص إن هو حضرتك جاله مغص مع دور برد شديد، وبدأ يقطع الأكل خالص. وديناه نكشف عليه في العيادة خاصة. ده كان من امتى؟ الكلام ده من شهر 10 اللي فات. وديناه عيادة خاصة فعملنا تحاليل، قالوا لنا اعملوا تحليل كبد، وعملنا التحاليل وطلعت سليمة والحمد لله. ده في مستشفى خاص؟ ايوه، في مستشفى عيادة خاصة مش عندنا في المركز في شبرخيت بحيرة. حضرتك شبرخيت بحيرة؟ اه. و ادانا كتبوا لنا على علاج ومحالي، خدها بدأ يزداد سوء، ما فيش نتيجة خالص. رحنا له بعد أسبوع، ما هو العلاج وما فيش تحسن. رحنا لدكتور تاني برضه في عيادة خاصة، فحولنا على المستشفى المركزي عندنا في شبرخيل. رحنا المستشفى قعدنا يومين، الأطباء عندنا قالوا اتصرفوا، مستشفى عام؟ مستشفى عام اه، قالوا اتصرفوا في ابنكم، احنا ما نعرفوش، ما عندناش يعني معاه حل. خدناه ورحنا طلعنا على الجامعة في اسكندرية. طب الأول بداية كانت إيه الأعراض اللي عليه في البداية يعني؟ مغص فقط وخلاص؟ الأعراض لأن هو جاله مغص الصبح، وبس أنا لقيناها منزل دم. طلعت عملت إشاعات وتحاليل، جه قالوا ده شرخ. في الشرخ بقى يدوه علاج ومحاليل، وياخد المحلول والعلاج ده ويرقده. ورحت لكذا دكتور، لازم يقول لي ده ما نعرفوش، هو شرخ وبس هيغيب شويه. طب الشرخ ما الدم بينزل؟ قال احنا مش عارفين. اخر حاجه بقى قالوا احنا مش عارفين لابنك ده حال، خديه وروحي بها مستشفى في اسكندريه. طب هو مش في المدرسه؟ اه في المدرسه. سنه كام؟ تاني اعدادي. تاني اعدادي. مش في تامين صحي؟ في تامين. طب التأمين الصحي رحنا بتاع المدارس عملية؟ رحنا التأمين، عملنا التأمين، رحت وعملنا تحويل من شبرخيه ومن إيتاي، طلعنا على مستشفى الطلبة في اسكندرية سيدي جابر. ده منهور ما فيهاش تأمين صحي؟ لا ما فيهاش. هم حولونا على اسكندرية على مستشفى الطلبة. رحنا مستشفى الطلبة عملوا تحليل دم وقالوا روحوا بيك مستشفى كفر الدوار المركزي. قلت لهم ما أعرفش حد فيه. قلنا لهم احنا دماه شبرخيت زي ايتاي، ما زي شبرخيت زي كفر الدوار، زي كفر الدوار. اذا كان ده منهور العاصمه ما فيهاش، ما فيهاش. بس يعني اعتقد ان المستشفيات في دمنهور فيها جهاز هضمي وفيها اورام. المهم ان هم عملوا اللي حولونا على الطلبه. لما رحنا الطلبه حولونا طبعا كفر الدوار، ما قلنا لهم ما ينفعش، احنا ما نعرفش حد كفر الدوار، فحولونا على اسكندريه مستشفى الجامعه. رحنا مستشفى الجامعة قالوا ده شرخ برضه. يعني كله قال شرخ. وحيرونا حيرونا. رحنا قالوا لنا تيجوا عيادة خارجية ايه؟ بكرة الساعة 10. رحنا والدكتور في العيادة الخارجية قال لنا اتصرفوا في ابنكم. بعد معاناة طول النهار. ده طبيب في المستشفى الجامعي. اه. قال اتصرفوا في ابنكم. احنا هنا ما فيش خلاص في ابنكم هنا. طب والحال؟ قال الحال تروح تكشفي على عند مستشفى خاص. طب الخاص هياخدوا فلوس ياما؟ قال اسالي من 10 ل 15 ل 20 الف. روح اسالي. رحنا نساله، قال لي لازم تحطي تحت الحساب 10000 جنيه. طب هنجيبه منين؟ قال هو كده مش هتخش الا بكده. قلنا خلاص هنمشي. روحنا عمل بقى قعدت في المستشفى في بلدنا، ونزل في ياما وتعب، والمحلول رجاد ما فيش حاجه خالص. وقبل ما استلفنا فلوس ورحنا، كان هو زي ما انت شايف كده ورجدوه،
وما فيش يعني ما نجيزهوش برد، الدم غالي. طب استاذنك في اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا. دكتور صبحي استشاري الجهاز الهضمي، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا مرحبا، اهلا وسهلا. عندنا حاله النهارده عبد الرحمن 14 سنه. 14 سنه ما شاء الله. يعني حسيب والد الحاله يكلم حضرتك. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا. الله يبارك فيك. الله، ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك وسيادتك. انا ابني يا دكتور جريت بيه في شبرخيت وفي اسكندريه ورحت مستشفى الجامعه. ايوه. وجريت بيه ياما وقالوا لي عنده شرخ. قول له الاعراض. قول له الاعراض. واعراضه ان هو دلوقتي بعد يعني في النهايه ان احنا رحنا مستشفيات خاصه وجرينا والاخر قالوا عنده تقرحات في المعده والقولون. بالظبط. فاحنا دلوقتي الدكتور قال ياخد علاجه لمده شهر. ايوه. وبعد كده يجي ياخد اكسجين مضغوط. ياخد ايه؟ ياخد اكسجين مضغوط اكثر من 20 جلسه اكسجين مضغوط. تمام. فقبل ما يخلص العلاج حضرتك نزف ثاني وتعب اكثر من الاول. الحاله تعبت يعني؟ الحاله تعبت ثاني وجاب دم ثاني. لحد دلوقتي. أيوة. ولحد دلوقتي ما لا بياكل ولا بيشرب وعايش بالمحلول وبيرجع ورجله واقفه. الله يسلمك يا دكتور. اللي بياكله بيرجعه. وما يا حاج ابو عبد الرحمن كان بيمشي من 3 شهور 4 شهور كان بيمشي كان حلو سليم 100% الحمد لله. يا دكتور صبحي كان بيمشي عادي من 4 شهور، من شهر 10 اللي فات كان بيمشي عادي وعمره ما اشتكى من ما اشتكاش من حاجه. فجاه كده فجاه في ترجيع، في تبرز دم كده يعني لحد النهارده برضه في دم لسه، ولسه حتى اليوم في دم. الف سلامة عليك. شفت السونار، شفت السكان، وشفت التحاليل بتاعته كده هو. في المفروض ان انت تعمل له صوره دم عشان نشوف اللي موجودين قد ايه. هو اللي موجود في السي تي سكان كده هو ان عنده تقرحات ارث كولايتس، يعني تقرحات في القولون. هو فريق الاعداد مشكورا ارسل عبر الواتساب، ارسل التحاليل والاشعه وكده. ايوه شفتها. فالحاله اللي عنده تقرحات في القولون فعلا ارثرايتس. احنا بنبقى بنشوف يعني هل كرونز ديز، هل ارثرايتس، بالاضافه ان احنا عايزين نشوف هل بواسير، هل شرخ في القناه الشرجيه. المهم محتاجين ان احنا نعمل صوره دم نشوف الهيموجلوبين قد ايه، هل احتاج نقل دم ولا لا. المرض ده اللي هو الاركترايتس قرحات القولون بيبقى فيه فتره نشاط وفتره هدوء. ما تقلقش في ناس كتير عندها قرحات دي. المفروض ان احنا بنعمل عينه عشان نشوف هل القرحات دي كرونز ديزيز ولا اركترايتس ولا لا قدر الله في حاجه ثانيه. فنحتاج ان احنا نعمل بيوبسي. دلوقتي حاليا بياخد قائمه شرجيه كورتيكوسترويد كورتيزون عشان تهدي الموضوع، وبياخد البنتاز او التلازوبيرين، يعني في ادويه بيخش عشان تهدي الحاله. بياخد مثلا فلاجيل، بياخد سيلوفستين، بياخد مهضم، يعني في ادويه علشان الحاله الحاده تهدى. واخد بالك؟ دكتور صبحي هو ده بقاله 3 شهور ما بياكلش. ما بياكلش خالص وتعبان خالص، ما بيمشيش على رجل. طبعا طالما القولون في تقرحات وفي دم بينزل، فبالتالي القولون مش قادر يهضم، مش قادر يرتاح. لازم ياخد علاج عشان يهدي الحاله. وهتهدى ما تقلقوش. بعد ما تهدى الحاله المفروض ان احنا هنشوف نعمل بايوبسي، نشوف عينه ونشوف ايه اللي موجود بالظبط، نوع الخلايا ايه اللي موجود. واخد بالك؟ المفروض ان الفتره دي بياخد علاج يهدي الحاله. في ادويه، في كورتيكوسترويد حقنه شرجيه، في ادويه مضاده للالتهابات، في ادويه مقهره. المهم وفي مهضم. لما تهدى الحاله هيبتدي ياكل كويس بالتدريج. ما تقلقوش، اهم حاجه مفيش قلق. الحاله هتهدى ان شاء الله. وبعد ما تهدى بندي علاج تحفظي فتره طويله. وبالشكل ده لما الحاله تبقى فيها التهاب شديد بندي علاج يهدي الحاله. اما الحاله تهدى بندي علاج مهضم وكده هو ويمشي على كده. بس محتاجين صوره دم عشان نشوف الهيموجلوبين قد ايه، هل محتاج نقل دم ولا لا. محتاجين نعمل بيوبسي عينه يعني من القولون. وهيبقى كويس ان شاء الله. في حاجات كتيره بس يا اخي ما تقلقوش.
بس رجلها ما مش قادر يمشي ونجيب شغال. دكتور صبحي يعني عدم المشي ده وعلى طول بطنه بتوجع عايز اللي مرته على طول كده. ده قلت 14 سنه عمرها ناس صغيره. الحاجه الثانيه ان التقرح الدم اللي نازل ده ممكن يعمل له نزل فقره دم كبيره. وطبعا ما فيش اكل كويس ما فيش هضم كويس فعلينا في اجهاد بدون شك. ماشي؟ فالمفروض ان احنا نعمل. طب دكتور صبحي نعم من خلال التحاليل اللي ارسلناها لحضرتك مفيش اشتباه في اورام او اي حاجه؟ التحاليل مش كافيه يعني محتاجين ان احنا نعمل عينه، محتاجين ان احنا نعمل سرعه ترشيح، محتاجين ان احنا نعمل فحوصات ل هل في اورام ولا لا؟ فالتحاليل اللي انت بعتها لا لسه ناقصه. محتاج بايوبسي، محتاج ان احنا نعمل دلائل اورام، محتاج نشوف صوره الدم قد ايه. ماشي عشان نظبط الامور. تمام. انما ان شاء الله ما يكونش في اورام ولا حاجه. طب يعني حضرتك على كل الصوره بتاعته معقوله بس لازم نشوف اللي موجودين قد ايه؟ هل محتاجين الدم ولا لا؟ ومحتاج حاجه تهدي الالتهابات كورتيكوسترويد لازم ناخد كورتيزون. طب ماشي طب يا دكتور صبحي تامين المدارس فيه العلاج ده يا دكتور؟ نعم تامين المدارس هو في سنه ثانيه اعدادي، تامين المدارس فيه العلاج اللي حضرتك بتقول عليه؟ تأمين المدارس فيه علاج هيتابع مع التأمين والتأمين هيبتدي يبعته للمستشفى هيعمل المنظار وهياخد عينه وهيتابع موجود. وخلي بالك في ناس كتيره كده يعني مش هو لوحده ما تقلقش. طب والحال متشكرين جدا دكتور صبحي محمود استشاري الجهاز الهضمي متشكرين جدا يا فندم. يا ابو عبد الرحمن نعم. يعني الدكتور طمنا يعني ان شاء الله خير ان شاء الله الحمد لله بس هنا ربنا اللي يجيبه كله خير ان شاء الله. طب استاذنكم في فاصل مشاهدينا الكرام استاذنكم في فاصل ثم نواصل حكايتنا النهارده. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل علشان نكمل حكايه النهارده الطفل عبد الرحمن علي ابو عسل. ابو عبد الرحمن نعم حقيقة شرفتنا النهارده والله الله يبارك فيك وسلامي الحار لاهلك بحيره الله يسلمك وقال شبرخيت الله يسلمك. نكمل حكايتنا هو على العموم الدكتور طمنا الدكتور صبحي محمود بس احنا عاوزين نكمل الحكايه بعد ما رحت اسكندريه. احنا بعد ما رحنا اسكندريه حضرتك رحنا الجامعه طبعا ما حدش عمل معنا حاجه خالص. فروحنا مستشفى خاصه في اسكندريه برضه؟ في اسكندريه فطلبوا مننا مبلغ ايه تامين ما كانش معانا المبلغ. طب انت ما رحتش مستشفيات جامعيه ليه؟ مستشفيات عامه؟ ما فيش انا رحت الجامعه ما الاطباء هناك يعني كان بيقابلوكوا ازاي؟ الحقيقه ان اللي قابلونا كلك اطباء من اللي هم اللي الصغيرين الصغيرين وما عملوا قالوا شرخ وما فيش حاجه ويكتبوا لنا على محاليل وعلاج نفس الدهون وهو هو ابني بيتالم جامي يعني والعلاج ما بيجيبش نتيجه. هو يعني ان شاء الله في مستشفيات التامين الصحي التامين مش في ما رحنا الطلبه ما هي تامين برضه رحنا ما الطلبه مستشفى الطلبه في اسكندريه ايوه يعني رحناها مخصصه للطلبه تامين صحي رحنا والله ما جايت لا ده كبير ويا ريت نتمنى ان احنا نروح ولا اي حد روحنا. يساعدنا بس ما لو لقوا حد يدخلنا نروح نروح حتى مثلا القوات المسلحه مصطفى كامل في اي حته احنا عاوزين اهم حاجه احنا لا بننام ولا بناكل ولا بنشرب ولا من تعب والله والله العظيم من تعب وخلانا يعني مدينا ايدينا الناس كلها والله والله مدينا الناس كلها يعني جرينا وتعبنا والله وربنا اللي يعلم. طب يعني فيه اطباء قالوا لكم ان فيه ورم او حاجه ولا ايه؟ لا ما فيش اطباء قالوا فيه ورم ما في بيقول لي مثلا خليه ياخد علاجه ولازم تودي المستشفى يشوف مستشفى عشان يدوه علاجه بالظبط عشان ما يقدوش للورق عشان لو ما كانش يروح المستشفى ياخد علاجه بالنظام مشكلة اللي لا فيه لا نفس لا للاكل اي ولا للعلاج ولا الحاجة خالص ولا رغبة في الحياة حتى يعني يا عبد الرحمن هو بيسمع كويس يعني بيسمع ويتكلم بس هو من التعب مش قادر. عبد الرحمن اخبارك ايه؟ ايه يعني خليك جامد كده؟
ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يكرمك ان شاء الله وهتخف يا رب ان شاء الله. عايزين بس اللي يساعدنا دخلنا مستشفى ياخد علاجه ويشوف اللازم ايه هيعمله، وربنا معاه، ربنا معاه، بس يشوف لنا مستشفى نخش بقى. مش عارفين نخش اي مستشفى. رحت اسكندريه، وبعد اسكندريه رجعت تاني دمنهور ولا عملتوا ايه؟ ردنا شبرخيت، ردنا شبرخيت تاني، وردنا اسكندريه تاني مستشفى خاصه، وقعدنا فيها، ولما الفلوس خلصت اللي معانا ردينا تاني جد، وتعب، قعدت في المستشفى. قالوا لازم يعمل منظار. كنا المنظار اتكلف قد ايه، والفحوصات اتكلفت قد ايه، والتحاليل؟ المنظار اتكلف 1000 جنيه بره في مستشفى خاصه، وكان معانا وعد ومعانا تحويل حجز من الجامعه. والوقت يعني بعد لمده شهر لسه قدام، يعني قبلها يعني بعدها بشهر. انا رايح النهارده وعايز المنظار النهارده، قالوا لي قدامك دورك لما يجي قدامك شهر. وشايفين الواد ينزف والدم شغال كده، كان البنطلون انا شايلاه على صدري والدم كده اهو. في دكتور جاي بقول لك يا ست خد ابنك ومشي. ورحنا كشفنا عند دكتور بره عشان خاطر يودينا الجامعه، قال ما الجهاز عطلان الجامعه. طب نروح فين؟ ونروح لمين؟ طب بعد انا شفت التحاليل قبل الحلقه، يعني عرضتوا التحاليل ديت والفحوصات دي على اطباء كبار ولا برضه لسه؟ كل لك هو المستشفيات خاصه عرضناها وما حدش بيفيدني. يعني كل الاطباء قالوا حاجه واحده ولا اختلفوا؟ فيه لا فيه دكتور اختلف، قال لا ده عنده ورق. في طبيب واحد من الاطباء اللي عرضت عليهم قال ده عنده ورق. وبقيت الاطباء كلها قالوا ده كرحه بس جامده في المعده والقولون. والعلاج ما مش مستقبل ولا علاج ولا مستقبل. ياخذ العلاج اي حاجه بياخذها بيرجعها. ما هو يا ريت ان هو حتى بياخذ العلاج. العلاج بتاعه عباره عن فوائد، بياخده ويرجعها في الحال. اكل ما فيش نهائي نهائي، المحلول بياخده ويرجعه ميه على طول من حالك. يعني دم ما بينقطعش من تحت، ما فيش، والاورده ما فيش اورده خالص. ما حاولتيش تعرضوا برضه تعرضوا الحاله تاني او الفحوصات على اطباء اخرين؟ ما هو اللي كل ما نروحوا يقولوا والله فورده، حاولنا بس ما ودوه المحلول، مدينا ايدينا الناس ياما واهل الخير ياما، بس ما احنا عاجزين. ان شاء الله تعالى في اطباء خيرين كثيرين، يعني ان شاء الله تعالى يعني هنعرض انا الفحوصات، هاخد الفحوصات من حضرتك والتحاليل وهعرضها على اطباء كبار. ان شاء الله يعني مصر لسه بخير، يعني ان شاء الله. الله الحمد لله، ربنا يوفقكم. بس يشوفون الولد دوت، انا والله العظيم احنا الولد ده ما بينام خالص ولا بياكل ولا بيشرب، وطول الليل يصرخ ويقول بطني، واشيله ادخله الحمام واشيله اطلعه من الحمام، مش قادر يدوس على ركبه. عارف لو يقدر يدوس بس على ركبه مش قادر، وجسمه زي ما انت شايف كده في النازل، في النازل على طول كده. ساعة يبقى كويس وساعة تلاقيه يمكن يدوخ يقع، تبص تلاقيه راح ويصرخ ومش مستحمل. على فكرة يعني المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، بس لله. نصبر ونحتسب. بس عيل وطفل الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أرحم. الحمد لله أكيد يعني رحيم به، يعني راضيين باللي ربنا يديهولنا. بس احنا بنقول عيل طفل زي دي بيتعذب ومحتار أروح بيه فين ولا فين، محتار مش عارفة أروح فين. يعني عايز اللي يقول له تعالي خش نام، وانا اروح بيه في اي حته، بس يقول لي تعالي خش يا حاجه. اطمني ان شاء الله هنعرض الاشعه والتحاليل على اكبر اطباء ان شاء الله. ان شاء الله، الله ربنا يوفقكم ويوفقكم. يعني الحقيقه وقت الحلقه مرة سريعا، شرفتوني بجد النهارده، وانا سعيد سعيد بجد اللي حضراتكم جيتوا لقناه الصحه والجمال. اعزائي المشاهدين، دائما وابدا اقول ان قناه الصحه والجمال دائما وابدا في عون كل مريض، فلا تتاخروا في الاتصال بنا. مشاهدينا الكرام، في نهايه حلقتنا اشكر الحاج علي ابو عسل والحاج ام عبد الرحمن. الله يخليك يا عبد الرحمن، شرفتنا النهارده بجد حقيقه والله. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، وفي نهايه الحلقه اشكركم لحسن متابعتكم، والى ان نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.